زي ما قلت لكم امبارح، البحريه التركيه عامله اخطار ملاحي بتقول فيه ان السفينه التركيه اللي هي عروج ريس هتعمل عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الاسبوعين اللي جايين دول، وده طبعا هيرفع التوتر مع اليونان اللي هي زيها زي تركيا عضو في حلف شمال الاطلنطي الناتو، والمشاكل زادت الشهر اللي فات لما تركيا عملت اخطار تاني، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتدخلت عشان الأمور تهدى بينهم. برضو زي ما قلت لحضراتكم امبارح، الرئاسة التركية قالت إنها وقفت مباحثاتها مع اليونان بسبب اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة اللي اليونان عملتها مع مصر، ومتحدث الرئاسة التركية قال أعتقد الأوروبيين شايفين بوضوح أفعال اليونان ضد تركيا إنها بتعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي، لكن تركيا مش هتسمح إن حد يحبسها في منطقة مزنوقة في شرق المتوسط. بيقول إن هم تفاوضوا مع اليونان لمدة شهرين ولجأوا لألمانيا عشان ألمانيا حيادية، فلما وصلوا لاتفاق اليونان راحت تمضي مع مصر. زي ما بقول لكم كده، الموضوع طالع من نفوخ اردوغان، فطلع تعليمات بوقف المباحثات مع اليونان بعد يوم واحد بس من توقيع الاتفاقية اللي بتعتبرها تركيا في حكم العدم حسب كلامهم، لانها مبادرة لحبسها في منطقة ضيقة، يعني دخلوا في الركن، دخلوا في المنطقة المزنوقة. رئيس وزراء اليونان اعلن عن اجتماع لمجلس الامن القومي بعد اعلان تركيا، وكان قال من يومين ان اسلوب الناتو بعدم التدخل بقى شيء مش مقبول، واليونان مش هتخضع للابتزاز التركي، والخارجية اليونانية قالت التحركات التركية دي غير قانونية وتصعيد خطير جديد بيكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام، واليونان مش هتقبل اي ابتزاز وهتدافع عن حقوقها السيادية. الامور بتسخن نفس سخونية اللي احنا شايفينها بتاعت الجو، وبتنذر بان يبقى فيه اندلاع لتوترات زيادة الفترة اللي جاية.